من 7 ل 10 متاع الصباح إيميسيون امبوسيبل برهان بسايس على اي اف ام احلى راديو 19 دقيقة. خليل المخرج ما زلت حط في أغاني فضل شاكر توا، معناها الراجل تورط في قضايا إرهاب وتورط في كذا وتحط له في أغانيه زيادة، أنت معاه يبقى أغانيه ولا ما عادش نبثوا له أغاني فضل شاكر؟ أنا مع كل ما يعمله خليل. ليه؟ ليه عاد شنية توا؟ ربي تسترك، فرحان أنت بالشهادة بتاع زياد ليه؟ تلقى روحك بعد في إكس جريج إكس. يا سي مراد معاه بثين فضل شاكر أغانيه؟ لا. تحكي بجدك؟ كان عندي نفس الشكل مع رفيق بوشنيق، هو معاه مثلا انا ضد. انت ضد؟ علاش ما فماش؟ الله غفور رحيم. في جرائم الدم بالطريقه هذيك هو ما تورطش في الدم، في التحريض وبرا. انت عطيتني راي، انا عطيتك اي راي هذاك عليه. لا لا ماني بالعكس فرحان بالنقاش معك في المساله هذه. انت مع مقاطعه اغانيه ما يلزمش تتبث اغانيه نجيب؟ أنا الزوز، هو سعد المجرد ما يتبثش. أي حتى باش نجي سعد زاد أنا في الحكاية الزوز أنا ضد. أنت بالنسبة ليك اللعب لا. أنا اللي اختار باش يكون عنده الشهرة ويكون معناتها معروف وكذا يلزم يتحمل تبعاته. أيواش. ماهوش مواطن عادي يلزم عندها الحكم أكثر رغم من رغم واحد عادي. فضل شاكر يقول أنا طالب العفو طالب كذا. ربي يعفو مش البشر. ربي يعفو. ربي هذاك ربي. هذاك بينه وبين الله ربي. أما هذا بسواس الفن وكذا. تحمل نتيجة خياراتك. أنا لا على ذكر كلمة المقاطعة توا وردت عليا مراسلة من زميلنا عادل النقاطي من القروان من إذاعة صبرا أفان. يعلمنا فهمتني فيها أنه الإذاعة قاعدة تتعرض إلى حصار من قبل الوالي في الديتاع القروان، قاعد يمنع فيهم من القيام فهمتي بالعمل نتاعهم من حضور الندوات والتظاهرات اللي تقع غادي. وهذا مش ممكن تصنيفه قطره، مش راضي على خط بتاع صبرا أفان ومش عاجبه الخدمة اللي قاعدين يخدموا فيها، وهذا لا ممكن تصنيفه إلا فني باعتباره اعتداء على حرية الإعلام من قبل الناس مسؤولين ما همش مسؤولين وسامحين نفسهم فهمتي أنهم معناها يتصرفوا في البلاد هذه كان مزرعة بتاع والديهم. أما احنا سي زياد وانت أبونا في المهنية وأبونا في التواصل نسمع وجهة نظر ولي القروان زاد كيف ما ممكني وجهة نظر ولي القروان في الحكاية هذه هاو عن داريج يقول لنا اللي ندرى بالجد عنده مشكلة مع صبرا فهم قاعد يحاصر فيها. مش أول مرة عندها تقريبا 3 شهر وتداولناه نفس داولنا الحكاية صار وقتها ذكرني حصلت حاجة وجي توضيح من الوالي أنا هي على الفسقية وقتها. لا لا قبل الفسقية وقتها عاملين لما في الواحد المراسل اللي بعثوه لصبرا ما عندوش الباج باش يدخل فهمني منعوم الدخول و بون تناولناها هذه الحكايه تناولناها لا احنا ماذا بينا السيد ولي معناتها مش اول مره انه الحكايه هذه ولي القروان معناتها ما نتصوروش باش يستهدف مؤسسه اعلاميه فهمني وجهويه بتاع القروان وجهويه بتاع القروان معناتها فما سوء فهم عندناش فكره عليه الله اعلم. ما دام لدى الاصدقاء في صبرا فهم هذا الشعور ماذا بينا يتم توضيحه؟ لا وبرهان للأمانة قداش من مرة ولي القروان في الفسقية في متجاوب 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 مع الإعلام يوضح عنده. يوضح ديما يوضح وديما كذا إن شاء الله يطلع واحد هكا ولا زيادة وإحنا ماذا بينا إحنا ما حسناش ماذا بينا العلاقات تكون علاقات جيدة. هذا هو هدفنا مش استهداف إكس ولا إيكغريك بقدر ما إذا كان فما مشكلة سوء تفاهم ما بين الإذاعة وما بين الولاية ما فماش علاش باش ما تتحلش. ريج انت كيف مع فضل شاكر نعديو له الاغنيه؟ اي بون اي نحبه على الاخر فضل شاكر باهيين اغنيات وخاصه الاغنيات اللي قبل تهم تاع الارهاب والقضيه وكل ورغم اللي يقول لك نجيب ومراد انه تورط في الارهاب وكذا ولكن مع انه انا نسمعه توكا نحطه معني حتى واحد ينسمه وتوا تحطوا في راديوات ولا ما تحطوش العالم فيه يوتيوب فيه حكايات وفيه دنيا اخر لا يهمنا فيه في موقف مراد ولا موقف نجيب بالضبط كل واحد يسمع اللي يحب والتكنولوجيا ما تكذبش بيان سور. يلا عطينا ملفات الشاشه ولكن ظهر لي نخدموها بعد البيوب خير ملفات الشاشه سي خليل لا يعطيني البيوب ما تشد ثنية المرواح تبرنشة مع اللي ربحك ويضحكك ويخليك توصل مرتاح وهكا تبعد على ستريس وتنسى الامبوتياج في الكيس. تابعونا من الاثنين للجمعة باش نعطيكم الأخبار الكل في الدوامة بلوس ضيوف حصرية في حوارات جريئة دافيات جديدة برشا ربح ضحك وموزيكا من الخمسة للسبعة متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على EFM أحلى غاديو. يا عزيز تشبيه الدار سخونة تفور
وزيد مصيف سي الشباب. مش قلت لي نعدلوا شوفاج على 26 درجه؟ صحيت يا فلاح، هذاك في الكليماتيزاسيون، اما الشوفاج يلزم ما نفوتوش ال 20 درجه، على خاطر كل درجه نزيدوها تزيد في الاستهلاك ب 7%. وزيد اهم حاجه انه نسكروا الشوفاج قبل ما نرقدوا. والله ما عاد فاهم شيء، ناقص كان باش تقول لي حل شبابك. مش بالضبط، اما في النهار نحلوا الريدوات باش نستفيدوا قد ما نجموا من اشعه الشمس الداخله من الشبابك. كي نعدلوا الشوفاج على ال 20 درجه وما نسخنوا كان البيوت اللي نستعملوهم، نقتصدوا في فاتوره الغاز. مع تحيات الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. ساعات ما تنجمش تعملهم الكل، مثلا ما تنجمش تعطس وعينيك محلولي، اما تنجم تدور العجله وتربح وعينك مغمضين. مالا تيليشارجي لابليكاسيون ماي اورانج ودور العجله كل يوم حتى ال 5 مارس باش تربح دي سمارت فون، دي مونتر كونيكتي، انترنت وبرشا مفاجآت. شارجي، تبع، خلص، العب، تفرج واربح مع ماي اورانج، تعملهم الكل معاك في اللي تحبه. اي اف ام انتم تسمعوا في ايميسيون امبوسيبل برهان بسايس على اي اف ام، احلى راديو. التسعة وسبعتاش دقيقة، هذه إيميسيون أمبوسيبل حلقة الثلاثاء 28 فيفري. أي نعم، اليوم آخر نهار في الأسبوع، اللي عنده شهرية يستنى فيها ينجم يشوف البنك، اللي عنده منحة، اللي عنده حاجة يستنى فيها نهاية الشهر، ما تتغدروش في الأسبوع، ما تتغدروش ما تتغدروش، راهو هذا النهار مش تقولوا لا مازال ثلاثة أيام. اليوم رأس الشهر 28 فيفري 2023، رأس الشهر اليوم، شنو اليوم آخر نهار في الشهر، غدوة آخر نهار رأس الشهر، معناه نهايته. أنا مخي حياتي كاملة رأس الشهر ونهايته آخر نهار في الشهر. يلا ملفات الشاشة مع ريج الحمروني. بعد ما حكينا ليامات الفارطة الكل على الاغتصاب اللي قام به سعد المجرد وخذ فيه الحكم، البارح ترجع حكاية جديدة، اتهامات وفتح تحقيق من امرأة عمرها 24 سنة اتهمت أشرف حكيمي باغتصابها بعد ما تعرف عليها على انستغرام، مشيت له للدار بطلب منه وهي مشيت للدار، وحسب تعبيرها خرجت الأمور على السيطرة، وتوا يتم التحقيق في الموضوع هذية، فتح تحقيق في اتهامات بالاغتصاب موجهة لنجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي. هل يكون حكيمي على طريق سعد المجرد وجدية توجيه الاتهامات البارح؟ معناها الصحافة الفرنسية الكل يعني الجهات القضائية رسميا وجهت له القصة. وقتاش ريج بربي هي قالت انها توجهت لدار بعد ما تعرف عليها على انستغرام في جانفي حسب تعبير الطفلة. جانفي هذا جانفي بعد بشهر، لا في فيفري تو عند 4 ايام لحكي يعني. ونيجي صار مش ملف قديم ولا حاجة، لا جديد العلاقة. تعرف عليها نهار 16 جانفي بعد الكاس العالم، بعد كاس العالم. ما حلها معي بعد كاس العالم، ما عنده صديق، مشيت له بعد شهر معرس وعنده اولاد. المرأة مش في الدار، جات له الدار، لا متزوج بالعقد رسمي، ستار هي بعبوك، ستون ستار في في اسبانيا. مش هذه اصولها التونسية؟ هذيك هي عندها عرق تونسي. لا هذيك ديجا باش دمر له حياته. شكون منهم؟ اشرف حكيمي مرته باش تدمر له حياته اذا كانت صحت العمليه. اغتصاب ولا مش اغتصاب؟ باسكو ثبت لي البنيه جات للدار وخذت تاكسي جات للدار، وهذيك هي بدايه الحجه. خذت تاكسي كيما الابليكاسيون نعملوا فيها نحن، اوبر، وهبطت للدار هبطت للدار. يقول قايل هي مشيت له للدار، هو حاول مشيت له للدار ما يعقبش عليها القانون. لا. بالنسبه لي هو خرجت الامور على السيطرة، خرجت الامور على السيطرة. كيف مشات للدار حاول يغتصبها بالعنف بالضبط. أنا عنفا وصفت كل شيء بالتدقيق، راه الامور منظمه يعني. كيما سعد المجرد كان فما كحول ولا ما فماش كحول ولا ما ذكرتش هي كحول. سعد المجرد اعترف بلوفردوز، لوفردوز اي بتاع مخدرات، مخدرات. لا اشرف حكيمي مش معروف عليها انه اي خطر ملاعب كوره وكذا، ما تصورش كان فما. أما الطفلة وصفت وصف دقيق للحادث اللي صار. بربي الطفلة شنية، فرنساوية ولا من أصول مغاربية ولا؟ فرنساوية، عمرها 24 سنة. 24 سنة مستدعاها في الواحد. كيف تقيم مراد يعني هالحكايات هذية بتاع المشاهير؟ دي سبورتيف وملتزم وعنده زوجته، معناها بالغباء هذية معناها يدبروا رواحهم بالبساطة هذه؟ سي تري ديليكا، وخصوصا وأنه أشرف حكيمي أولا ملاعبين حبوه،
وتقول لي فهم برشا ملاعبين نحبهم، لكن بهم لاعبين حبوا لي عدة أسباب. أولا خاطروا مغربي، ثانيا لأنه شيخنا في كأس العالم مع المنتخب المغربي، وثالثا لأنه حكيته حكاية حلوة. معناها هذا جوار تكون في ريال مدريد ومشى للإنتر، وملينتر خذيته بي جي بمبلغ كبير وشرفنا، معناها شرفنا كمغاربة. وإضافة أنه حتى في كأس العالم حتى للي ما يحبش الكرة جلب لك الانتباه بك صورة الجميلة مع أمه اللي هابت تبوس فيه على التيران بعد مباراة اللي كنت حاضر فيها، مباراة إسبانيا والمغرب وإسبانيا. دونك ايش تحب نقولك؟ قارينة البراءة، احنا يزم نكونوا كيفاش يقولوها، يزم نكونوا معنا منسجمين مع انفسنا كيما نطلبوا قارينة البراءة لأي كان في السياسة في تونس في خارج تونس. في هذه زادة قارينة البراءة. الإشكال المطروح ديما ويذرني حتى حد من نجم يتهمني أنه لا أدافع عن النساء، بالعكس معناها نعتبر وأنه دائما في المسائل هذه المرأة هي الطرف الضعيف. لكن ديما تقعد الإشكال، وتو مرة كنت حاب نتعمق في الموضوع في قضية أخرى في لاعب فرنسي اسمه بنجامان مندي يلعب في مانشستر سيتي، علقت به سبعة قضايا تم تبرئته في ست في الثورة الأول. علاش تم تبرئته في ست؟ بالتوضيح قرينة البراءة من جهة، لكن في نفس الوقت كل الاحترام ومعها المرأة إذا كانت تم اغتصابها وتثبت له. الإشكال أنه طبعا في هذه الاغتصاب مرتبط بالعنف، اور انت جيتو لدارو بملء ارادتك، بملء ارادتك لا 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 يبقى من بعد كما نقولوا احنا الحاجات الجديده. ودار قالها عمرو اديب وعجبني الاول مره، يعجبني عمرو اديب قالها خاطرك تخرج من لسان واحد سرقي. قال شوف المراه ممكن تقول لك لا حتى الاخر لحظه، توفرتش كل الظروف، قالت لك شويه من الاول، كان في اللحظة الحاسمة قد كراني بطلت وما يعنيش وخليني نروح، لازمك تقبل. وعكس ذلك تكون مختصبة حتى وإن كان حكيت معها في الانستغرام وعملت وزمرت وشفت وتبدلت كلام الحب وتحبني وعجبني وتبدلت صور فاضحة فاضحة واللي تحبني، كان في اللحظة اللي هي حتى دخلت النقوص قلت لك لا راهو اغتصاب. ولكن وهذا اللي يطرح اشكال كبير اليوم في التناول نتاع القضايا هذه. ولكن مراد نعرف سيدي في القضايا هذه، في القضايا هذه ستكون شهاده قدام شهاده، هي في الاخر هي كان هي المساله نجم تثبت العروض، نجم تثبت العنف. وي مول هنا توا كل عام حتى الشاب خالد مع 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 مرته والحكايات هذيك، وقالوا له معناها كيف طريحه ذاك السيدي طريحه واجهاض بالسيف وحكايات وكذا. في قصص من نوع هذايا اثبات العنف، يعني اثبات العنف يجب يكون في وقتها، ولكن كي تبدا المساله فقط مبنيه على روايه، رجعناش حتى الاجواء بتاع اللقافات وكذا مبنيه على روايه، حتى في قضايا الاغتصاب روايتي قدام روايتها، ما الإثباتات؟ هي تلجب تخرج من عندي بعد ما عملوا ما عملوا وتمشي وتولي مغتصب. ولهنا جانب آخر معتاد وياسر رائج في مثل هذه القضايا، ندخلوا في جانب الابتزاز، هي برهنة ندخلوا في جانب يا كان ما تعطيني أنت تعرف في تونس فما عصابات جملة في تخدم في الحكايات هذه، عصابات تمشي معاك ودراشني وبالعكس وتسعة وليت وذاك عليه نحذرك يا مراد ورد بالك انت ديما في ودي ساليت توا خرجتني اليوم والله بالجد يا مراد بشير بالك فما تاريخ خرجتني راسي في بالك فما في بالك وليت فما دي تاريخ في تونس خاصة مع رجال متزوجين. هاني من نعتك الحكاية هذه، هاني من نعتك خاصة مع رجال متزوجين، تخرج 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 في الحكاية هذه وتسعى انها قال شنو تجيب منك وليد وبنيه اي مش الاغتصاب جيب منك تعريفها سافاري انتر 100000 دينار و 150000 دينار باش تعطيني باش نطيح والا الفضيحة وليت هكا ذاك عليه انتبهوا يا نجيب ويا نجيب شبيه نجيب ليه معناها زياد عاد مراد نجيب مراد 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 نجم يعترف بالمقولة اوكي مولود يعترف شي بخمسين واحد انا زيتي في الكوز وخبزي مخبوز باش نرجع لك في القضايا هذه اريج معناها يحصل الابتزاز ايه من نحب نرجع بيك الحاجة الاولى اللي هو اثارها راهو مراد هو متزوج هو مصدعي الطفلة لداره عليش من الاول
بون القانون الفرنساوي ما معاك، ولكن ولكن العريقه يعني بالنسبه بالنسبه لمرته توا حتى كي طلعت الحكايه وينجم يثبت انه ما تمش اغتصابها الطفله، هو مستدعي طفله لدار وهو متزوج وزوجته ماهيش موجوده عليه. هذيك فضيحه من جانب اخر بالضبط. توي علاش خذيت الجديه القضيه ذي ابو هيل؟ لان الطفله وصفت توصيف دقيق للي صار برا النجم في خيالي، مش نص توصيف، نعطيك لا ما زاد فما بحث في المساله هذيا اي الاثباتات، فما التحليل الجيني فما بحث ما كنت عاود اكثر من مره مش حفظته هي على ذلك خذت جديه القضيه. انت تتوقع انها جديه حسب اللي قريته جديه؟ اما في الجانب هذا انا على العلم اللي هي الخصوصيه بو مش اول واحد في تاريخ مرته اكبر منه برونو ب 12 سنه مرته، ولكن جميله جدا مرته، معناها فريمون جميله جدا، جميل الباهي معناها مش ماهيش فولجير، كل واحد وذوقه كل واحد وذوقه. لا لا سامحني نعرفها مرته وشفتها وقت الدخله نتاع التابيروج في كان، انا شخصيا ما شفتش الجمال، شفت برشا بالعكس على عكس الكلام نتاعك، شفت برشا في جايتي معناها حتى هذه ادويه كانوا هي مرتشرف في كان في كان على التابيروج برا شوف تصويرتها. انت تعرفها مرته ولا اريج معايا ولا مع مراد؟ الحقيقه انا معاك مانيش والله بشكلها خاطر مراد قال جميل شكليا بالعكس مراد فما برشا دي فيديو وتصاور ارتبط معناها مظهرها بالفيلغاريتي مش العكس بالضبط معناها احنا نحلوا كل شيء لا 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 كل شيء كل شيء المعطيات هذاك عليه حتى في اجواء مؤامرة والله يحس شمك إن حجرة رأوا في الاستدراج في الحكاية هذه هذيك على الشخصية العامة رد بالها تقرأ تاريخ العالم تاريخ المخابرات تاريخ الأجهزة راه وزوز حاجات أولهم النساء مش نستدرجك سي كلاسيك سي ترو كلاسيك راه نستدرجك بمرية خطر الإنسان يضعف راه الفلوس ونساء بالنسبة للرجال كي تبدا مراه قصه اخرى استدراجهم وتوريتهم وكذا بالفلوس هاك شفتوا اش حاصل ما بينك بتاع البرلمان الاوروبي كيف رقاو عندها الروايات نتاع اما للرجال كي تقرا كل مذكرات الاستخبارات من بدايه القرن العشرين حتى اخرها وكل اجهزه العالم كل اجهزه العالم باش تحط حد في الحنديره ها ها هي مش على العريه هذيك قصه اخرى لكن الوجه تشوف في جمال خارق انت في الحكايه مراد شوفي جمال خارقة وغزر لها فهنا هذه في كان باهم علقوا برشا على اللبسة كانت فاضحة وبني عمو العرب قالوا له كيف تخلي حتى انا نشوف تصاور اخرين لا شوف عاد قلت لكم انت نجيب ما 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 نمشيوش لبعيد انه نجم يكون ضحية استدراج بتاع بيت حب تحطم له المسيرة ومن وراه هذاك الحضور هذاك المغربي العربي في فرنسا في كذا راهي ما تعرفش علي بتحب نمشي اكثر لبعيد السيد هذا مكروه مثلا كل ما لعبت باريس سان جيرمان في اسرائيل حمله كبيره من الصحافه الاسرائيليه عليه فهمت السيد هذا في الجو الواحد ولا بعيد مخه واحد ينجم يكون مشى لبعيد نجيب لا كل شيء وارد صرت في فرنسا مراد يعرف خير مني معناتها يعرف يا بالسوارد لا بعت لك واحده تبدا تغريك تعمل لك تدرى شنية تجيك للدار لا وندخلها لك في انستغرام سهله برشا راهو كنجبدوا رياضيين راهو فما ناس دمرت سامحني نجيب مايك تايسون كوبي براينت في امريكا كريستيانو رونالدو عنده قضيه كبيره ياسر وفي ميامي في وخذت فلوس اخيرا قضيه زاد مشكله كبيره ياسر لدانيال فيش لاعب سابق لنادي برشلونه هذه قضيه كارثيه بالنسبه لي خاطر هو اعترف هذا يدخل في مشكله كبيره مع زوجته تخليت عليه زوجته قال حتى اللي هو نكر من الاول خوفا من زوجته وفي الاعلاميين ابار محمد علي الفرشيشي ما عندناش نقول لا قدر الله ولا حاجه انتوا نستنقوه بعد اعطيني الخبر الثانيه الخبر الثاني بعيد ياسر الحقيقه نحكيوا عليه وفاه طالبه مصريه عمرها 16 سنه بسكته قلبيه بعد حمله من التنمر تعرضت لها من زميلاتها في المدرسه الطفلة تأثرت يعني نفسيا بالحادثة هذية وصلوا انهم حتى يرفضوا انها تلعب معاهم خاطرين عطوها بالقبيحة انت ما تلعبش معنا هذا على حسب مظهرها بالضبط زياد قانونا هل وضعت فصول لإدانة التنمر صغار يا بري التنمر مينور 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 انا في فرنسا انتحرت البنية وشفت الام كيف تحكي قالت انا ما نحبش يسلط عليهم اي عقوبة الوليدات هذوما معناها اللي تنمروا بها فقط يجيوا يعطيوا شهاده يعتذروا للروح زميلهم اللي كانوا يتنمروا عليه خاطر مسكين سوا ديزون شافوه الوزن نتاعو زايد يمشي يا فلان يجي يا فلان الوليد انتحر ما عادش ينجم كذا
انت زياد في القانون فما ما يعاقب عليه التنمر؟ ما نعرفش، ما عنديش فهمتني فكره، لكن هنا يجي دور التربيه وكذلك دور المؤسسه التعليميه باش انهم تكون ثم في احاطه بالصغيرات هذوما، يكون ثم تتبع على الوضعيات هذه. انا اليوم فني يقول لك نحن قداش عندنا في خريجي بتاع علم نفس اللي بطاله، قداش عندنا في بطاله يا رسول الله؟ فانت ما نفكروش ان في المؤسسات التعليميه فهمتي نتاعنا اكثر عباد محتاجه ليهم بلاد في الظرف هذه هي طبه النفس. واحنا اليوم راهو البلاد مريضه. اي والله اليوم راهو النفوس تعبت اكثر من الاجساد. اليوم كيف تشوف الحاله اللي موجوده نتاع التنمر والحاله فهمتي نتاع الكره والحاله نتاع الحقد والحاله نتاع السبال وكذا، راهو جزء كبير منه او جزء هام منه على الاقل راهو ناتج عن حاله الضغط النفسي اللي عايشينه فهمتي البلاد. تولي اسهل حاجه وسيله للتنفيس هو مختفي، وحتى عباد ما عادش متخبي تو والله العظيم تسب جهار هكذا هكاك تقول السلام عليك يا اللي بيك يا اللي عندك بروفيل حبيبي يا رسول الله. اي لا هذا اللي يقهرك، هذاك اللي يقهرك. انا هو اللي يحمصني كي ندخل نشوفه وما يسبوا في عباد في بعضها. قول خلينا ندخل خلينا نشوف. ترقى حبيبي يا رسول الله للاسف، وترقاه مع والدته، مع والدته امراه محلاها، او ترقاه مع ولده بكل براءه. ما يتخيلش كي هو يسب سيد اللي يسب فيه زاد عنده بنته وعنده امه وعنده دنيا وينجم يجبدوا له امه وينجم يجبدوا له. ندعيو بالهداية يا أمين. ندعيو بالهداية. نختم لي مراد. لا باش نختم بحاجة أخرى لا علاقة، يظل البارح ما تعرضتوش لكن وفاة سي بشير بن سلامة. بالضبط. أي والله. قريت. الله يرحمه. الله يرحمه. عنا شوية. لا لأني كنت برنامج حاطه في مخي. لكن احنا لكن احنا تلفزيا باش نحكي، وانتم حكيتوا تلفزيا؟ لا تلفزيا لا، هو كان احنا تلفزيا نحكي على سي بشير. هما كويس كويس راسك اكيد. كيف كويس راسك قديش كبروا راسك قديش كبروا راسك ومراد غاديك يحاول يربح الكويز. ذكروا انه هو وزير ثقافه سابق وقعد لمده طويله سي بشير. لا وقت الحبيب بورقيبه من كارير فيها الكارير المليانه داير تاسيس المكتبه الوطنيه مهرجان عادل بن يوسف كتب في ليدرز نشكروها اعطى عده تفاصيل اثناء اطلاعه بمسؤوليه وزاره الثقافه. اسس شد عندك مليح كمامة برغم كان وقتها منتقدره ومن طرف المعارضه وقت بورقيبه، ولكن هذيك مساله اخرى. الفرقه الوطنيه للموسيقى، المسرح الوطني، ايام قرطاج المسرحيه، المجلس الاعلى للثقافه، المعهد العالي للمسرح، المعهد العالي للموسيقى، المعهد العالي للتنشيط الثقافي، صندوق التنميه الثقافيه، صندوق الانتاج السينمائي، مركز الدراسات والتوثيق الخاص بالتنميه الثقافيه، بيت الحكمه. مع العلم انه حتى كي كان وزير بقى يكتب في مجله الفكر. معناها هذا انسان كان غزير شفت الانتاج. شفت فما وزراء يقعدوا يكتبوا. لا فما وزراء اللعب لا يمروا بالمسؤوليه يخليوا البصمه. يقعد يكتب. لا ويخلي البصمه. هي بالطبيعه. توزن باش يا اخي الدوله على وزاره الثقافه تقريبا عشرات. وانجز القسط الاول من المكتبه الوطنيه هو اول واحد. يلا ربي الله يرحمه ويعطيه السلامه ويعطي الصبر لعائلته والأحبة متاعه. وهذه إيميسيون امبوسيبل تنتقل من هالكلمة هذه جميلة الصورة في المكتب متاعه. تفضل سيد المخرج. شوف وقت قلت لك مع نقدي لي أنا رأو الوالد يرحمه وقت كنا في خضم السياسة كان لكن وزير ثقافة يكون عنده مكتبة وعلى ما قالوا لي برهان هذه ثلث المكتبة متاعه معنا البيرو أكبر عنده تروا كوتي كلهم هكايا وهذيك الانسيكلوبيدي اليونيفرساليس دي اكبر منها في الدار. لا وبالرغم اللي هو راهو معناها عرف عليه انه معناها ثقافته عربيه لكنه كان يكتب كذلك بالفرنسيه على عكس ما ممكن من الصوره الحاصله لانه كان قريب محمد مزالي زاد التعريب وكذا اي كان في قريب مجله الفكر ديجا اسسها محمد لكنه كان يطالع بالفرنسيه. محمد علي الفرشيشي الو مرحبا بك مرحبا بك يا برهان يوم سعيد كل الناس تتابعونا على احلى راديو في اليمن. احنا جينا اليوم حي الاسكان بن عروس. اي سيدي شوف اللي حي الاسكان بن عروس مركز الولايه شوف المركز نتاعها يليق بمركز الولايه. اه عندهم اشكال حتى بالتخزين ولو انه من افضل الاسواق الاسبوعيه في تونس الكبرى هو نهار السبت نهار الاحد بن عروس
أنا جيت هوني مركز الروح البالغة المصحي الله يعرف الله معافينا الهنات الهبطة بشنقة وأكثر عن فرنسا المعروف مرزة بالعروس لكن قبل ما نبدأ أنا بقول لك اللي غاديك الأم الحمراء ثم كان العلوس من أول كتين دينا يسالني ال 35 دينار نتاع السردوك راهو انا ما قلت لا والله يسالني اسمع ما البارح راهو تعمل لك السردوك حاجه كبيره والله لا الله يسلي عني بيه بالشفاء ليك كيف لهنا يا برهان عند قاعدين نلقاو فيه 9 و10 هنا موجود 8 دينارات 7 و40 ولا كاين وقفت بنس ومزايا توا معلم مريقل الافخاذ على قد ايه الكيلو الافخاذ بربي انا ديما نقمر بالافخاذ يا دليل اي لا ما عندوش هذا كويس نتاع فولي اها ما هكا ما فماش كويس نتاع قد ايه افخاذ اعمى افخاذ الزيت 9980 اه بون اي هاهم هاهم مال ال 14 دينار مالاش ناخذوا فيه ب 14 دينار البر اي جيت تما هذاك علاش صبري قاعد مركز مع الكاميرا لهنا سير كويس افخاذ الدجاج راهو موش اسكالوب ولا حاجه قدنا عطينا بخيط هاي ترى ترى غنشوف هاي فخذ كامل والله سفري يعطيه الصحه معقول معقول باهي معقول هذا يا اخي هو معناه دليل يا دليل ما فماش تسعيره معناها كل واحد يبيع على زي راسه ولا كيفاه والله هما راهم علامات وكل علامه كيف تبيع حكينا احنا حكينا ثم اللي كما شفناهم في باب الفله وحتى في حي ابن خلدون وكل اللي هما يسميوهم تاع القطعة اللي يذبح وحدي دونك ويقص وحدي الدجاجة هو اللي يفسرها وكل هذوكم اللي يبيعوا معناها بالسوم اللي شفناها نتاع 6000 7000 سويتها اما ما عادش ثم كانت ب 4000 راهي هذيا عليه بعض المساحات والماركات تبيع اغلب برشا بالطريقة هذيا خاطر مش كيف اسمه الفاكسان يعني هذيك المسالخ المراقبة العلامات واضح دونك الكلفة نتاعها أكبر وذاك علاش حتى السوم نتاعها باش يكون أكبر أنا توا كنت نشوف سألت حتى على المسوقة وإحنا على أبواب شهر رمضان نلقاها بدينار و300 قلت له علاش دينار و300 عطاني تفسير منطقي ستة كعبات نص الزينة السميد اللي كانوا يشريوه ب 50 كيلو ولا صبري انت خذ البلايك هكا بطاطا دينار 8 ولا يبيعوا لهم نتاع 5 كيلو اللي هي اغلى دونك الكلفه نتاعها الحره اللي بيستعمل لنا الملفوقه الكلفه نتاعها اكبر هنا راهو ثم زوج خزاره شباب والله مصلي على النبي سلام شنو تو قرسوك الكوام ولا كيفاش؟ ولا لا من حق الخيل عندي ما نخدم ديما نخدم الحمد لله لا والله انا قاعد نشوف فيها سوام معقوله يا اخي استحفظ لنا عليهم في رمضان قد نزيد في رمضان نزيد نقصوا يا بابا نزيد نقصوا ان شاء الله راني باه انا رسالة انا مع المواطن مع المواطن خاطر احنا مواطنين زاد ربي يستر ربي يستر وربي يجريها على السلاح دليها المدخل به علاش قلت ما يليقش انت توا في السوق ولا شوف كبروا معناها زوج ميكرو يعني ما فيهش يعني شوا كبير نحكي ترى يا برهان هو مرشي كوكيت هكاك اي صغير معناها متحفل معناها مضيف زاد هاو مضيف محلاه والوان ودنيا هكاك معنا ما نقولوا خاطر كي قلت انت راهو السوق كذا وبيه وما يليقش بالعروس تستاهل معناها يكون عندها سوق بلديه عندك مشكله مع السوق دليل حصلت لك حاجات غاديك كذا جيت تصفي في حسابك في السوق انا في كل الاسواق عندي اصدقاء دونك ما عنديش حتى اشكال مع حتى حد هاو محليه والله مشره السوق قد ايه البكباس دينار و 804 عربي هذاك اي والبصل قداه دينار راهو ما نلومهمش برهان خاطر احنا كي خلطنا لهنا هما زيرو يهبطوا في السلعه لتوا يهبطوا في السلعه دليل سالته قلت له بسباس عربي يا اخي فما عربي وفما سوري في البسباس فما زوج انواع نتاع بسباس اللي هو
المدور هذايا هو اي هذا ما هكا ولا انا غير العادي 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 الاخر ماهوش عربي منين نفرقوا توا هذايا احنا تعلمنا رانا في السوق يا احكي بركه بركه هيا اي احنا شفنا الجاز برا باش تشوفوه الداخل باش يزيد يهبط السوم نتاعو قاعد نخدم البلاكه انا اي 8000 و قد ايه هو هو كان اي 8700 مليم اي يعني الدجاج اي الله يعينك يا عاد على بيت توا علاش علاش الدجاج برا اغلى برشا خليني نفهم انا وكا هو يتسمى رخيص انا ما نحبش نسمي العلامات اما الدجاج برا اغلى يعني يسمى ثم بلاش تسمي فيها الدجاج 9600 و9800 يعني دينار ازيد من هذا قاعد يتيح بربي بربي يا دالي انا راني محموس ديما كان على فخاد بربي قد يبيع فيهم هما غادي ما عندوش هذا موجود يا هوكا موجود هوكا فخاد قد ايه قول له قد ايه كيلو قد ايه 13 و500 هذا معليه هذا معليه يا هو اغلى ما اغلى من اللي البر هو بدي تعمل له تي ارخص ايه حارة العظم قد ايه حارة العظم الحارة العظم ما هيك هنا دينار و580 والبلاتيو ب 11 دينار و850 مليم اه هكا هو تريبيا تريبيا وهذا الهبره الجاز 6500 اي اي هذا كيما لو سو بوكو بالضبط 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 تشيك ب 14 دينار تريبيا والافخاذ نتاع الداند ب 10000 تريبيا يلا والكويكه كان باش تعمل ساندويتش خارق العاده تهنينا تهنينا على اللحوم البيضاء يا دلي يعطيك الصحه تهنينا هي كلمتك الاخرى اللحوم الحمراء الحمراء يا غدوه وزاد الناس اللي يخدموا برا بالله ناخذ عليهم بانو اي الكينغ يروح بكم يقول لي التريا بقداش هذا الكينغ هذا اي اهلا بيك اهلا بيك الحوت صباح نقص شوي قداش 13500 تريلة صغيرة هذيك يعطيك الصحة يعطيك الصحة هذه هذه دونك اهلا بيك ربي يفضلك عايشك 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 ربي يفضلك عايشك عايشك خليه يحكي خليه يحكي هكا برهان باش نكونوا كملنا اليوم يعطيك الصحة وجه السوق ان شاء الله ربي يجريها على السلاح الله الله عليك الله الله عليك يعطيك الصحة كان معنا محمد علي الفرشيشي مباشرة من وجه السوق هكا بلغنا نهاية إيميسيون امبوسيبل في جزء الأولاني الجزء الصباحي باش يكون معنا سي عبد الله العبيدي الدبلوماسي السابق باش نحكيه على وضعية الدبلوماسية التونسية حاليا أهم التحديات المطروحة أمامها النقاش الحاصل مع الاتحاد الأفريقي وغيره وغيره من المحاور زياد الهاني مرسي بوكو شكرا مرتاح غدوة ولا إن شاء الله يا باهي ارتحنا سي مراد تلقاو غدوة بقدرة الله غدوة بقدرة الله سي نجيب يعطيك الصحة كنت معنا بأداء كالعادة نجيب لا يغيب نجيب لا يغيب ولن يغيب يلا خليكم توا ونرجعوا في استقبال سي عبد الله العبيدي من 7 ل 10 متاع الصباح إيميسيون امبوسيبل برهان بسايس على EFM أحلى راديو يلا 9:48 دقيقة معايا مباشرة الأستاذ عبد الله العبيدي الدبلوماسي التونسي السابق ليك وحشة سي عبد الله أهلا وسهلا سي بوران مرحبا بك يا أخويا حتى وأنت بالأمس وحشناك يعيشك سي عبد الله إن شاء الله نشوفوك سالما معافى وبحذانا في البلاتو يعيشك سي عبد الله سي عبد الله أكيد كما التوانسة الكل ولكن أنت بخبرتك الدبلوماسية تابع في المجريات هذه المتعلقة بعلاقتنا ضمن الفضاء الإفريقي علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ما الذي يحصل على المستوى الخارجي كردود أفعال بشأن التطورات السياسية الداخلية إيقافات غير ذلك نحب نبدأ بقصة الإيقافات الأخيرة اللي ورد فيها جزء لقاءات مع سفراء لقاءات بعض الموقوفين مع سفراء شي يقول العرف الدبلوماسي لهنا وخاصة لجنة الدفاع الموقوفين قالت استدعونا السفراء باش يقدموا باش يتم مسائلتهم احنا في سياق وضع عادي الان ولا هو ذا جهل بالعرف الدبلوماسية انه يستدعوا السفراء السفراء ما يحضروش امام المحاكم الا بس عندما يتعلق الامر بمصلحتهم
وعندما يتحصلوا على رخصة احنا كذلك كدبلوماسيين توانسة في الخارج عندما تقع دعوتنا لسبب ما نستشير المركز والمركز يقرر وما يقعش إجبار الدبلوماسي للحضور لدى محاكم بلد الاعتماد. يعني في إطار حصانة الدبلوماسي في إطار حصانة الدبلوماسي يعني أوراق الفاليز الدبلوماسية الحقيبة الدبلوماسية عندها حصانة المنزل أينما كان ما يسمى بالفرنسية ليكس تيريتوريالتي يعني انكلاف تولي هذه كتونس فين هو موجود وأوراقه تولي تونس وكل شيء تولي تونس يعني والشأن نفس الشأن بالنسبة للدبلوماسيين الأجانب الموجودين في تونس بالضبط يعني عندهم حصانة مطلقة بالضبط هذا من ناحية ومن ناحية ثانية الدبلوماسي هي انطلقت الدبلوماسية في عبر العصور في شكل قنصليات موجودة في المواني لجمع المعلومات هي سفارات مراصد مراسل. تجمع المعلومات لتخدم مصالح بلدانها وترفع فيها التقارير للسلطة المركزية متاع بلدانها يعني جمع المعلومات ماهوش يعني محدد ماهوش جريمة هذا دوره انه يجمع المعلومات كل ما في الأمر انه السياسة عموما داخليا وبالنسبة للناس الوافدين علينا هي جلب المنافع لمواطنيك ودرع الأضرار عن بلادك أن تولي جلب المنافع لمواطنيك وانت مستقر في بلادي يعني وترجم بجلب الأضرار لمواطنية وقت الحلقة تضيق اي وقت الهناس يا عبد الله باهي سيدي دبلوماسي ومحصن بموجب الأعراف الدبلوماسية والقوانين ودوره انه يجمع معلومات وكي يولي فما تدخل في شؤون داخلية متاع بلد لمحاولة تقوية طرف على حساب آخر وغير ذلك مما يمكن أن يحصل لهنا كيف يتم التصرف؟ هو فيها رؤية لأنه ما تنجمش أي شخص تتهمه بأنه يكيد لك ولا يريد تغيير مثل ما يقال في الآونة الأخيرة تغيير هيئة الدولة مثلا السفير لازم يلتقي باللي حب إلا بالناس اللي حاملين أسرار يعني هو ينجم يطلب مقابلتهم أما هو ما يقابلوهش إذا كان قابلوه يتعاقبوا شكون يعني معناها رجال الشرطة والجيش؟ لا رجال الشرطة والجيش حتى تو أنا مثلا عندي ملفات متاع النفط ولا الغاز متاع بلادي ولا أمور حساسة وباش نتفاوض معاك لأنه كي تتفاوض معاك هاش يقول لك يعني ديكليني في كارت يعني توري أوراقك إذا كان أنت تخزر لي من فوق كتفي مش عندي أوراق تولي الضراحي يقولوا لأوراقنا كنام كنيت قليدة تولي من موقع هذا كما يسمى بالديلي دينيسيري زادة في جهة أخرى فهمتني ما يزنش أحد معروفة في بلدان متقدمة ديمقراطيا ألمانيا فرنسا كذا ماسك ملفات معينة تنجم الدولة ما تخليك قابل حتى حد بالضبط لا إذا كان كل جمعة أنا عندي ملف إيران وكل جمعة ماشي نطلع على إيران قال نتسوق منها ولا حاجة تولي أمور مسموعة يعني وشخص ما هوش ماسك ملف رسميا ما عندكش ما تمنعه مش يقابل اللي يحب كل ما في الامر ينجم هو يكون رابط خيوطه مع ناس عندهم الاسرار اذا كان انت انجرار المعلومه مثل ما يقال انجرار الملكيه انجرار المعلومه ثبت عندك اللي هو عامل شبكه بتاع تجسس لصالح الغير بالضبط وقتها تولي امر اخر واضح اما حتى الشخص اللي ما هوش موظف ما عندوش اسرارك وما عنده مش ماسك ملفات رسميه ما عندك ما تقول له له الحريه ان يقابل به سي عبد الله الاجواء هذه اللي تسمع فيها والسفارات تعبر على الانشغال تو من حق سفاره انها تعبر على الانشغال بالوضع الداخلي في بلد هي تخدم فيه معناها وتعلق على ايقافات وحاجات يعني شوف احنا تكلمنا في وقت من الاوقات انا شخصيا عندي صفه انا عضو اكاديمي ديتيت استراتيجيك في المانيا وعندنا نفاذ لبعض المعلومات نحب ننفع بها بلادنا في بعض الحالات المعلومه يعني اذا كان الاهتزاز الامن عندك انت يهدد امنهم يعني نحن نعيش تونس ما تعيش في معزل على احنا شفنا عندما انهارت الدوله الاسلاميه هو معناتها الهجرة الغير المنظمة اللي ماشية لأوروبا من تونس دائما بلدان اهتز الاستقرار فيها هكا ولا لا؟ ليبيا ليبيا العراق سوريا يعني بعشرات الآلاف بالطبع ينجموا يعبروا على انشغالهم احنا بنفسنا نجموا نعبروا على انشغالنا وقت اللي الأوضاع تسوء
وباش يهجروا باش يهجرونا بعض الالاف. احنا عام 74 اعطينا حق للتونسي باش يكون عنده زوج جنسيات، لانه خشينا انه بالعشرات الالاف اللي ماهوش فرنساوي رحلوا وقت اللي جات الازمه البرومي شوك، يعني الشوك بترولي. دونك السفاره تنجم تقول، لكن في حدود من غير ما تظهر التصريحات نتاعها انها يعني متحازه مع زيد او مع عمر. بالضبط بالضبط. اذا سي عبد الله ننتقل للواجهه الاخرى اللي شاغله البلاد على المستوى الدبلوماسي، العلاقه تونس بفضائها الافريقي. الاتحاد الافريقي البلاغ اللي عمله عبر فيه عن انشغاله تجاه تصريحات رئيس الجمهوريه، رد وزاره الخارجيه انه البلاغ الاتحاد الافريقي قام على سوء فهم لكلام رئيس الجمهوريه. يقلق الاجواء في الاتحاد الافريقي ولا احنا اعتدنا الا نعطي لافريقيا أهمية كبيرة في قصة المواقف الدبلوماسية خاصة الصادرة على بعض مؤسساتها في العمل المشترك كما الاتحاد الأفريقي؟ هات نشوفوا ما أتاه الساعة البيان هذا. هذا ينم على ضعف دبلوماسيتنا. كيفاه؟ لأنه في الحالات هذه ثم إجراءات استباقية، عندك شبكات تعرف القرار. حنشوفنا برشا مرات يقع تصريح ونسمعوا به، في حين أنه نسمعوا به على كما وقت اللي الزرندي استدعى القائمة بالأعمال الأمريكية بعد تصريح السفير أمام لجنة في الكونغرس. المفروض أنه نسمعوا قبل ما تعلم عليه الأخبار والأعلام عموما، وتكون عندنا شبكة نتاعنا لطفوا فيه على تفسير لي. ما نجموش نقولوا سوء فهم، يعني مفوضية نتاع قارة كاملة نقولوا أساءة الفهم. لا، نجم نفسروا دبلوماسيا بطريقة أخرى. أنا نحب نقول لمستمعينا حاجة ربما تغيب على بعضهم. تعرف حتى في الجامعة العربية وقت اللي تونس ترشح مسؤول، أي دولة عربية ترشح مسؤول، يمشي لها السفير الأمريكي يقول لها عاونونا في الملف الثاني اللي أمام المنتظم الأممي أو كذا كذا. ما كانش ما نخليوش المرشح نتاعكم ينجح، يقول القائل ايش دخلك أنت أمريكا ولا فرنسا ولا ألمانيا. هالبلدان القوية كل عندها متأبطة تحت ما نحبش نقولها بالجابلة، متأبطة حزمة من البلدان العربية في الجامعة، حزمة من البلدان الإفريقية، وتحركها تخدم بها في المواقف. مثلا فرنسا تو اللي ما هيش راضي على الوضع في تونس ولا ألمانيا، هات ناخذ فرنسا، ما تنجمش تحرك 15 دولة إفريقية. أكيد تو ديجا ماكرون تو لافي نتاع التورني باش يعملها في إفريقيا، لأنه عاد صياغة سياسة فرنسا الإفريقية. أمام الهزات الأخيرة اللي لاحظناها في بعض أماكن في بوركينا فازو وفي الماري إلى غير ذلك. المهم أنه ما نجموش نقولوا أساءة الفهم. هذا نوع من الهواية. ما نجموش نقولوا شبيه أنتم ضربتوا لنا فلان وإحنا ما تكلمناش. لا، يجب تكون عندنا، لأنه الدبلوماسية والسياسة عموما في المسرح. نتقلقوا بلادنا تجب تتقلق بالموقف الاتحاد الإفريقي يا سي عبد الله؟ بالطبع، إذا كان يتواصل وإذا كان يوليوا يأمنوا بالشيء اللي يقولوا فيه أخواننا الأفارقة، لأنه ما نعتقدش أنه تونس عكس ما قاعدين. احنا مشكلتنا أنه ثم أطياف سياسية في تونس خلطت بين السياسة الداخلية والخارجية، وأصبحت ما يقلقهاش أنه تتخدش صورة تونس في الخارج، يعني أمام مكاسب داخلية. المفروض أنه الناس الكل في التحدي لكي لا تخدش صورة تونس بعد خطر تخلي مخلفات. حتى لو كان يجوا هما بعد الحكم، المعارضه تجي للحكم تولي تعاني في المكلفات تاع خدش تونس. بالضبط. المفروض انه نفصل بين السياسه الداخليه والسياسه الخارجيه، ونتضامن ايا كان على راس السلطه اليوم عندما يتعلق الامر باساسيات سلامه ومناعه ومكانه تونس في العالم. بالضبط بالضبط. هذا المشكل اليوم في تونس اللي نقاسيو فيه. يعطيك الصحه سي عبد الله، كنت معنا مباشره، خذيناك بالهاتف، نتمناو انه يكون عندك لقاءات معنا مباشره لهنا من البلاتو في ايميسيون امبوسيبل، في غيرها من برامج اي اف ام. هذه ايميسيون امبوسيبل بلغت النهايه بتاعها. نخليكم مع جيهان في الميتيو، بقيت الاخبار وبقيت برامج اي اف ام، احلى راديو. برهيم سايس كان فريق برنامج، نقول لكم باي باي ادوما. بعد شويه تجيكم ليلي في استرو ليلي على اي اف ام، احلى راديو.